أعزائي مشاهدي برنامج إيفنت المليجي، مساء الخير عليكم وحلقة جديدة مميزة إن شاء الله سوف تنول إعجابكم جميعا. وضيفة البرنامج الدكتورة رشا سعد، أخصائية الجلدية والتجميل والليزر، دبلوم الجودة الشاملة للرعاية الصحية من الجامعة الأمريكية والزمالة المصرية بإدارة المستشفيات وعضو الأكاديمية الأمريكية للتجميل والليزر. اهلا وسهلا بالدكتوره رشا سعد، منورانا في برنامج ايفنت المليجي على قناه الصحه والجمال. اهلا بيك يا استاذ سعيد وبكل مشاهدين الصحه والجمال، وميرسي على التقديمه الحلوه دي. الدكتوره رشا سعد حضرتك مشرفانا ومنورانا في قناه الصحه والجمال، وطالما اتكلمنا عن الصحه والجمال فطبعا خبيره التجميل والليزر الدكتوره رشا سعد. ربنا يخليك يا استاذ. لو حبينا نتكلم مع الدكتوره رشا سعد، عاوزين حضرتك الاول تعرفينا ايه هو تعريف الليزر وانواعه واستخداماته. كلمة ليزر هي اختصار لجملة إنجليزية. تمام. معناها ليزر امبليفيكيشن باي ستيميوليتد ايميشن اوف راديشن، يعني ضوء قوي مركز بتردد عالي بطاقة عالية. الطاقة دي بنستخدمها في إجراءات طبية كتير مختلفة، ده تعريف الليزر. تمام. طب اوكي، لو حبينا برضه نتكلم بالنسبة استخدامات الليزر في مجال التجميل. الليزر ليه استخدامات كتير جدا في مجال التجميل، يعني هو بيستخدم في مجال في جراحة التجميل وفي الجلدية. بالنسبة لنا احنا في الجلدية ليه استخدامات كتير جدا. الطريقة اللي بيعملوا بيها الليزر بيطلع لي اكتر من نوع جهاز، كل نوع جهاز بيستخدم في حاجة معينة. يعني انا عندي مثلا لو هنتكلم عن حاجة اسمها الفراكشنال ليزر، ده بيستخدم في علاج الندبات والجروح واثار حب الشباب. وبرضه بيستخدم في إزالة الزوائد الجلدية، وممكن استخدمه في التجميل، في التجاعيد، تقشير الوجه، التصبغات. في عندنا نوع ليزر تاني زي ليزر هير ريموفال اللي هو بيستخدم في إزالة الشعر. وإزالة الشعر مش بس تجميلي، ممكن بحل بيها مشاكل زي الناس اللي عندها حاجة اسمها مشكلة جلد الوزة مثلا، أو عند الرجال الناس اللي بيطلع لها حبوب تحت الدقن. لما بعالج المشكلة دي بالليزر المشكلة دي بتختفي تماما، بتروح خالص يعني. في برضو نوع ليزر كمان زي الكيو سويتش ليزر، ده بيستخدم في علاج الوحمات والتصبغات الجلديه. تمام. في ليزر تاني اسمه بالس داي ليزر، فالطريقه اللي انا بكون بيها الليزر بيطلع لي اكتر من نوع جهاز بستخدمه في كذا استخدام. يعني البالس داي ليزر انا بستخدمه في علاج الوحمات والشعيرات الدمويه. تمام. اوكي، حضرتك لو حبينا نتكلم بالنسبه زي ما ذكرتي بالنسبه للليزر في اثار الحروق وتجميل الوجه وشد الوجه وازاله النمش وازاله الشعر، لو حبينا نتكلم في الاول في اثار الحروق. طبعا حضرتك في لا قدر الله في حد مثلا وشه احترق او يده كده والحاجات زي ايه اللي يعني، طبعا الحروق في ليه درجاته طبعا اكيد. فايه الانواع اللي ممكن تشيل الحروق يعني؟ يعني هو الفراكشنال ليزر هو اللي بيستخدم في ازاله اثار الحروق، وطبعا لليمت معين. في حالات ليزر بيقدر يشتغل فيها ويدي فيها نتائج كويسه، وفي حالات تانية بتبقى جراحه في الحالات الخطيره. تمام. بالنسبه لشد الوجه. تمام. طبعا في طبعا ناس كتير جدا بتبقى وفي ترهلات في اكيد مع السن، ويمكن يعني نجمات السينما وفي ناس طبعا كتير كله دلوقتي بقى مهتم بمجال التجميل كويس كده. قوي. عايزين نعرف بالنسبه لشد الوجه الخيوط والحاجات دي. هو شد الوجه يعني كلمه كبيره قوي، لان شد الوجه ده بيستخدم يعني في شد الوجه ان انا اشيل تجاعيد الجبهه وحوالين العين، وفي شد الوجه ان انا اشد الخدود. تمام. وفي يعني كذا وسيله بستخدمها في شد الوجه. لو هنبدا من الجبهه مثلا، ده بنستخدم فيها البوتوكس. تمام. البوتوكس ده هو ماده عباره عن بروتين بستخدمه في ازاله التجاعيد اللي هي الحركيه اللي هي بتسببها العضلات. لما بحقن البوتوكس هو بيقلل انقباض العضلات دي، فبيقلل التجاعيد اللي مسؤوله عن ودلوقتي الفيديو معنا حضرتك يعني ممكن تشرح لنا دكتوره كده. دي حالة كان عندها شوية ترهل هنا في الدقن، وهنا دلوقتي احنا بنعمل خيوط. تمام. خيوط شد الوجه دي بتشتغل في الطبقات العميقة من الجلد. بنشد بيها الجلد، بس دي طبعا اجراء يعني اكبر من البوتوكس والفيلر. فبنشوف نتيجة فورية ليه. وطبعا في انواع كتيرة جدا للخيوط، يعني في خيوط ذهبية وفي خيوط ابتوس وفي خيوط فرنسيه. كل نوع خيط انا بستخدمه للحاله اللي محتاجاه. طب الخيوط اللي هي المختلفه اللي حضرتك قلت عليها ديت، يعني هل بالنسبه للوجه
الاثنين بيحتاج قد ايه خيوط؟ هو على حسب الحاله يعني، انا بتجي لي الحاله اقيمها الاول. لو ترهل بسيط، هو طبعا الخيوط بتبقى مناسبه جدا من سن 30 لغايه 50 سنه. في الحالات البسيطه انا ممكن استخدم ثلاث خيوط بس، اشد بيه الجو لاين ده اللي هو الترهل اللي بيبقى هنا. ده دايما بيبقى بيحصل في الاول في البدايه. لو ترهل كبير ممكن استخدم لغايه 5 خيوط في كل ناحيه. يعني الوجه لوحده ممكن ياخد 10 خيوط. 10 خيوط. الرقبه كمان ممكن نعمل 3 خيوط في كل ناحيه. تمام. ولما بعمل الخيوط دي بدري، يعني ابتدي فيها بسن بدري، بتديني نتيجه ان انا احافظ على وشي في يعني السنوات اللي جايه. تمام اوكي. طب التايم قد ايه بيقعد بالنسبه للخيوط؟ هي ممكن تقعد من 3 لـ5 سنوات، واقدر اكرر الاجراء ده تاني بعد 5 سنين عشان احافظ بيه على النتيجه اللي انا وصلت ليها في الاول، اللي انا خدتها من اول سيشن او اول جلسه خيوط. تمام. طب لو اتكلمنا بقى بالنسبه ازاله النمش، في ناس كتير طبعا بتشتكي عندها بتبقى نمش بسيط كده في الوجهين وبتاع. النمش ممكن استخدم فيه نوعين ليزر، يا اما الفراكشنال ليزر اقشر بيه الوجه، يا اما حاجه اسمها كيو سويتشد ليزر. كيو سويتشد ليزر ده بيتارجت التصبغات دي وبيشيلها من الجلد. وطبعا النمش انا بشوفه حلو على الناس بس على حسب يعني، ممكن يبقى جميل على ناس وناس ممكن مش حابه بس يعني. هو الناس دي حتى لو احنا عالجناه لازم يبعدوا عن الشمس ويستخدموا سان بلوك على طول، لان وارد ان هو يعني بيرجع تاني. يعني العلاج ما بيبقاش علاج نهائي. تمام. احنا بنحسن بيه الحاله. تمام اوكي. وبالنسبه بقى لازاله الشعر، تمام، في ناس كتير حضرتك بتعلمي سواء رجال او سيدات بيبقى عندهم شعر زايد سواء عند الدقن كده. هو ازاله الشعر ما بقتش تجميلي بس، هو طبعا في شق تجميلي في ازاله الشعر دلوقتي، لان هو بيديني نتيجه افضل من الوسائل التقليديه اللي انا بستخدمها في ازاله الشعر. لكن هو زي ما انا قلت لحضرتك في الاول، هو ممكن يعالج عندي مشكلات زي مثلا الشعر اللي بيطلع تحت الجلد في الدقن عند الرجال، وبيسبب لي الحبوب اللي في منطقه الدقن تحت هنا. انا لما بعملها بالليزر المشكله دي بتختفي تماما. عند السيدات في حاجه اسمها مشكله جلد الوزه، برضو البصيله الشعر بتطلع بس ده بيبقى في الجسم تقريبا معظم الجسم. تمام. والليزر بيساهم بشكل كبير في علاج المشكله دي. برضه في حضرتك لو بصينا كده على الشاشه، ده كان عندنا كان عنده مشكله اللي هي حبوب تحت الدقن. لما عملنا له كذا سيشن ورا بعض المشكله دي اختفت تماما، وبقى يحلق دقنه عادي. الناس دي ما بتقدرش تقصر دقنها للاخر. تمام. بقى نورمال عادي خالص. المشكله دي بتختفي تماما. تمام. ده بالمناسبه فنان في مسرح مصر اسمه الطويل لو تعرفه. طبعا نجوم السينما حضرتك بيجوا لك طبعا، والفنانات والفنانين طبعا. ربنا يخليك. فهو كان عنده المشكله دي وعمل كذا سيشن هيري موفل والدنيا كانت تمام معانا. تمام. دكتور رشا سعد، عايزين نعرف الساده المشاهدين ايه الفرق بين البوتوكس والفيلر؟ البوتوكس ده للتجاعيد التعبيريه. التجاعيد اللي بتبقى في الوش يعني؟ التعبيريه يعني لما بضحك، لما بكشر، بتظهر، لما برفع الحاجب لفوق بتظهر. بتظهر معايا التجاعيد دي. والبوتوكس عباره عن بروتين، بيطلع من بكتيريا اسمها كوليستيريديوم بتيولينيوم. البروتين ده بيعملي ان هو بيشيل الناقل العصبي، بيشيل الناقل العصبي بتاع العضله دي، فبيقلل الحركه بتاع العضلات اللي دايما منقبضه ومسببه لي التجاعيد. تمام. عشان كده البوتوكس دايما في بنستخدمه في علاج التجاعيد التعبيريه. تمام. اما الفيلر، أيوة. الفيلر بقى هو عباره عن هيالورونيك اسيد. الهيالورونيك اسيد ده موجود في جسمنا كلنا في منطقه الجلد. تمام. مسؤول عن ان هو يحافظ عن الميه والترطيب اللي في الجلد. لما الميه مطلوبه جدا بالنسبه للوش والوجه وكده. طبعا طبعا. فالهيالورونيك اسيد ده الشركات بتصنعه بطريقتين، يا اما طريقه استخدمه بشكل خارجي على الوجه علشان التجاعيد الرفيعه، يا اما استخدمه بشكل اعمق جدا شويه ان انا احقنه في طبقات الجلد العميقه شويه يديني امتلاء اللي البشره بتفقده مع مرور الوقت والزمن، فاقدر املى بيه خدود، اقدر املى بيه جو لاين اللي هو منطقه الفك. الشفايف ممكن اقدر اديها شويه نضاره برده بالهيالورونيك اسيد. وبرده في علاج منطقه تحت العين، الناس اللي عندها دايما حفره تحت عينيها والهالات السوداء. السوداء دي كلها في ناس بتحب تهتم بيها دي، لان بتدي سن اكبر. بتدي سن اكبر عن عمرها. تمام. لما بنحقنها تحت العين بتدي نتيجه فوريه وبتبقى كويسه جدا. تمام. دكتور رشا، يعني في ناس كتير
بتحب تعمل طبعا البوتوكس والفيلر. بس في ناس برضك عندها الفير، عندها الخوف، يعني ما عايزه تيجي بس عندها يعني خايفه تقدم على هذه على حاجه دي. لكن في ناس حابه كتير طبعا بتيجي وكده. يعني مهم جدا ان انت تختار الدكتور اللي هيشتغل الحالات، لان الحاجات دي على قد ما هي مفيده جدا طبعا لو اتعملت بطريقه غلط ليها سايد ليها اثار جانبيه، لكن احنا لو عملناها بطريقه كويسه هناخد الفايده بتاعتها من غير اي سايد افكت. تمام. دكتور رشا سعد، لو حبينا نتكلم عن اثار حب الشباب، حضرتك طبعا عارفه في شباب كتير يعني وسن المراهقه سواء شباب او بنات او سيدات بيبقى عندهم حب الشباب، بيبقى عندهم مشكله جامده جدا. أيوة. وبتبقى للاسف يعني طبعا كل الناس بتنظر للوجه، بتبقى حاجه بتضايقهم جدا، وساعات بتعمل لهم حفر في الوجه وكده زي نقط كده. هو حب الشباب بيبقى موجود اساسا في فتره المراهقه في معظم الشباب، ده نتيجه زياده في افراز الغده الدهنيه. لما بيخف بعد فتره بناخد له علاج وبيخف، ممكن بيسيب ندبات واثار في الوجه، يا اما ندبات يا تصبغات. الندبات دي بتبقى حفر في الوجه نتيجه التليف اللي حصل من الالتهاب اللي كان موجود. لما بعالجها طبعا بتحتاج كذا جلسه، بنستخدم فيها اكتر من طريقه، ممكن نستخدم فيها فراكشنال ليزر وبنستخدم معايا برضو بنضيف عليه حاجه زي البلازما او الخلايا الجذعيه عشان اقدر ابني بيها الجلد، ولازم اتدخل واقطع التليفات الموجوده دي. يعني هي بتبقى سيشن متكامله بنستخدم فيها اكتر من وسيله، لكن الحمد لله دلوقتي بيشوفوا منها نتائج هايله وبيرجع الجلد طبيعي وكويس جدا زي الاول، ويرجع الوش زي كما كان واجمل. ان شاء الله. بيبقى كويس جدا. اكيد. دكتور رشا سعد، عايزين نتكلم برضك في حاجه مهمه جدا يمكن للسيدات او الشباب او الرجال، دايما في حاجه تساقط الشعر بيضايقوا جدا. يعني تلاقي الشاب اللي لسه عنده 20 سنه او 25 سنه او ممكن اقل من كده 15 سنه، الشعر بتاعه بيتساقط ولدرجه بيصل يعني بتبقى فروه الراس ظاهره. فعامل لهم هل ده بيبقى من عامل النفسي ولا بيبقى في حاجه في الاغذيه؟ هو تساقط الشعر ليه اكتر من سبب، في عامل وراثي وفي اسباب فسيولوجيه، يعني في حاجات فسيولوجيه وفي عامل وراثي. الحاجات الفسيولوجيه بيبقى مثلا سوء تغذيه، استرس، ضغط عصبي، زي مثلا بعد العمليات بلاقي الناس شعرها بيقع، ده بيبقى الاسترس بعد العمليات وبيرجع تاني. اما العامل الوراثي ده بيبقى نتيجه هرمونز موجوده في بعض الرجال اللي عندهم مشكله الصراع الوراثي، ده جين وهرمونات بتاثر لي على الشعر مع الوقت. في بقى نقطة مهمة بالنسبة لتساقط الشعر، ان انا لما يحصل معايا تساقط شعر انا لازم الحق شعري بدري قبل البصيلة ما تموت، الحقها بالجلسات او بالعلاج. تمام. في طبعا اكتر من وسيلة دلوقتي، يا اما بالعلاج يا اما بالجلسات. في حاجة جديدة اسمها الجروس فاكتور او الخلايا الجذعية، بتجيب معايا نتائج كويسه لما بلحق الموضوع من بدري. يعني اللي هو المريض مع بداية سقوط الشعر مع البداية لازم على طول يرجع للدكتور، يرجع للطبيب. تمام. لازم. لكن بترجع بعد كده فروه الراس طبيعيه وكده؟ يعني بترجع بالعلاج، لكن الصلع الوراثي بنفضل يعني نحافظ على الشعر الاطول فتره ممكنه، لكن بيكون الحل النهائي للصلع الوراثي هو زراعه الشعر. يمكن حضرتك برضك الصور على الوش كده. دي حاله كان دي ست سيده يعني كان عندها صلع وراثي. الصلع الوراثي في السيدات بيجي بسقوط شعر كثيف، يعني شعره يفضل يقع. تمام. استخدمنا معاها خلايا جذعيه وبلازما وجهاز الديرما بن، ده النتيجه دي بعد 4 جلسات من الخلايا الجذعيه، وكانت مبسوطه جدا. تمام. فدي جت لي اول ما حست بالمشكله. تمام. طب انا كنت عايز اتكلم في نقطه برضه يا دكتوره، اللي هو في ناس لما شعرها في تساقط او في حاجات زي كده، واخد بال حضرتك؟ طبعا لو بصينا على الشاشه بالنسبه للشفايف الدكتوره كده، ده فيلر. ده الفيلر اللي هو بتاع الشفايف. ده فيلر الشفايف، هي كانت عايزه تدي شويه امتلاء لشفايفها وتديها شويه نضاره. طبعا هي حابه الشكل ده، لكن احنا ممكن بالفيلر نعمل الشكل اللي احنا عايزينه. فدي حاله فيلر شفايف، دي الصوره قبل وبعد. تمام. دي كان عندها تجاعيد في الرقبه، استخدمنا فيها الخيوط واستخدمنا فيها بوتوكس، ريحنا بيه العضله اللي هنا دي، ودي نتيجه فوريه طبعا بعد الجلسه. لكن لو جات لي بعد كده هشوفها هلاقي في تحسن كبير في الحاله، يعني انا باخد نتيجه 20 ل 40% من الخيوط في الجلسه. تمام. ويفضل يتحسن معايا على مدار 4 شهور. دي حاله ندبات اثار حبل شباب. ده اللي كنا بنتكلم عليه فيه، عفوا يا دكتوره، ده اللي كنا بنتكلم عليه. هل بعد كده الوجه بيرجع زي ما انت حضرتك قلت كده؟ يعني بالله، انت حضرتك شايف معانا اهو في تحسن كبير جدا في الحاله. طبعا. يعني
نتيجه هايله هو ما كانش متوقعها ومبسوط فرق جدا. جامد طبعا. ده بعد ما عمل الجلسات وعمل فراكشنال ليزر. فراكشنال ليزر يعني أوكي. دي يعني الجلد راجع طبيعي جدا زي الاول، ما فيش فيه مشاكل. تمام. ده برضو حالة سكار، حالة كان عنده جرح قديم. تمام. اشتغلنا فيه بالخلايا الجذعية والفراكشنال ليزر، اداني النتيجة الهائلة اللي حضرتك شايفها. يعني سهل جدا لو حد عنده إصابة في الوجه ولا حاجة زي كده ممكن فراكشنال ليزر طبعا. تمام. طبعا. هنا بقى دي حالة هالات تحت العين حقنا فيها حقنة فيلر واحدة، دي نتيجة فورية بعد بعد الحقنة، بعد حقن الفيلر. تمام. فبقول لكل الناس ان هي يعني الناس اللي خايفه، في ناس تبقى قلقانه جدا عشان كده بحبيت اتكلم معاكي في الموضوع. في ناس بتبقى عندها فير، في عندها خوف جدا. المشكله بس ان انا اختار الدكتور صح، الدكتور يعني مناسب في المكان المناسب علشان ما اخدش منها اي اثار جانبيه. تمام. وحضرتك اهل ثقه طبعا دكتوره رشا. ربنا يخليك يا استاذ سعيد. دكتوره رشا، لو حبينا نتكلم عن خيوط شد الوجه، تمام، هل هي افضل ولا الليزر؟ افضل ولا الليزر؟ انا المفروض الحاله بتجيلي بعمل لها اسسمنت، يعني اشوف ايه المناسب ليها. لو الحاله اللي عندها ترهل محتاج خيوط انا بعمل لها خيوط، لو سن صغير وشويه تجاعيد سطحيه انا بعمل ليزر. يعني كل حاجه ليها حاجتها. طبعا في الترهل الافضل هو الخيوط. تمام. بتدي نتيجه اقوى، وبنعملها في طبقات الجلد العميقه تحت الجلد، يعني مش في الطبقه السطحيه. فبتدي معايا شد، وزي ما قلنا هي افضل سن ليها من سن 30 ل 50 سنه. كل ما اعملها بدري احافظ على بشرتي من الترهل بعد كده. تمام. دكتور رشا، بالنسبه للعياده بتاعت حضرتك اكيد طبعا جات لك حالات كتير مختلفه، سواء ترهلات او سواء فيلر او بوتوكس او حاجه تحت العين او كده، اغرب حاله جات لك ايه؟ ويعني وحد كان خايف عنده في اغرب حاله جات لي بنت كان عندها سكار هنا، كان عندها زي جرح قديم من وهي عندها 8 سنين. تمام. وبعدين فضلت كتير، عملت فيه اجراءات كتيره جدا جدا جدا، والحمد لله جت عندنا ويعني كانت مبسوطه قوي وشافت نتيجه هايله، والبنت نفسيتها اتحسنت لان كانت نفسيتها مدمره طبعا، لان ده كانت حاجه في الوجه، ف كانت عامله لها ازمه نفسيه. ف يعني الواحد بيحس بارتياح لما يقدر يساعد الناس دي. يعني بس التجميل مش عشان شكل يبقى حلو. تمام. عشان شكل يبقى حلو عشان نفسيا اكون كويس. تمام. ما انا كنت عشان كده هسالك حضرتك سؤال برضك، يمكن سؤال مميز. ممكن حد يجي لك في العياده حضرتك يمكن شايفاه شكله كويس والفيس بتاعه كويس. تمام. هو نورمال طبيعي حلو وكل ما فيش اي حاجه، ورغم ذلك عاوز يعمل حاجه، فحضرتك احنا بنتكلم معاه وبنشرح له الموضوع بالظبط. يعني الناس دي برضو محتاجه ان حضرتك تتكلم معاها، يعني هنقول لها لو عملنا ده شكلنا هيبقى كذا، والمفروض الواحد يكون صريح جدا مع بالظبط كمان عشان كده بكلم المريض اللي جاي له. تمام. علشان انت مهما عملت للناس دي مش هيجي له، مش هيبقى عنده ساتسفاكشن، فانت لازم توضح له الامور كلها من الاول علشان يبقى يعني توقعاته ما تبقاش اعلى من اللي احنا بنعمله. تمام. فكده بيبقوا مرتاحين نفسيا يعني. اكيد. دكتوره رشا سعد، في حاجه احنا ما اتكلمناش فيها وحضرتك حابه نتكلم فيها بالنسبه لعمليه التجميل او الليزر او يعني انا بس نصيحه للناس انه يختاروا المكان الصح، مكان يكون شافوا ليه حالات قبل كده والدكتور ده اشتغل وليه حالات يعني قبل وبعد شافوها، ما يروحوش. احنا في الصحه والجمال بس ما يجروش ورا الاعلانات برضو. تمام. يعني ده نصيحتي ليهم، ودايما يتاكدوا ان ده دكتور موثوق فيه ومعاه يعني شهاداته وتراخيصه وحاجته، لان دلوقتي المجال بقى كده. مفتوح جدا بالظبط كده، وبنشوف مشاكل كتير وبيسوقوا سمعه التجميل. يعني كويس ان حضرتك اتكلمت، دي مشكله كبيره بالظبط كده، يعني زي ما حضرتك ذكرت كده والدكاتره فعلا بيتظلموا من المراكز اللي هي بالظبط كده. في للاسف ناس فاتحه عيادات كتير يعني وهم مش اخصائيين ولا خريجين ده تجميل عامل كويس بالظبط كده. لازم كويس. المريض يخش يتاكد ان فعلا في ترخيص، في دكتور ليه حالات قبل وبعد، ويتاكد مين الدكتور وعامل له ايه، وكل ده مهم جدا جدا جدا. وحضرتك طبعا دكتوره رشا سعد غنيه عن التعريف، في العياده بتاعتك في الدقي وحاجه جميله ربنا جدا. ربنا يخليك يا استاذ سعيد، وانا مبسوطه ان انا مع حضرتك ومع مشاهدين الصحه والجمال، ويعني شرف ليا ان اكون معاك. الله يخليكي طبعا قناه الصحه والجمال، فعشان كده استضفنا حضرتك خبيره التجميل والليزر. ربنا يخليك يا استاذ سعيد، انا تحت امرك وتحت الامر الناس والمشاهدين. طيب لو حبينا بقى، لو نجمه من النجمات، واكيد جالك نجمه من النجمات، مش هنذكر اسامي طبعا عشان مش هينفع بدون طبعا مش هنقول اسماء،
اكيد في نجمه او فنانه جات لك عاوزه تعمل حاجه معينه. فايه يعني الشكل او المضمون اللي انت مثلا انا عاوزه تعمل شفايف؟ هم دايما النجوم بيبقى ليهم حاجات معينه مع الكاميرا يعني. بيبقى ليهم طلبات خاصه بصراحه غير الناس العاديه. ودايما ارضائهم بيبقى مهمه صعبه صراحه. اكيد طبعا. يبقى عاوزين حاجه معينه وحضرتك لا ليهم طلبات خاصه بالكاميرا والتصوير بصراحه يعني. ف لا بس الحمد لله بيمشوا مبسوطين في الاخر. اكيد طبعا اكيد طبعا. دكتوره رشا سعد، حضرتك طبعا دبلومه الجوده الشامله للرعايه الصحيه من الجامعه الامريكيه وزماله الزماله المصريه في الاداره. في الاداره المصريه ده حاجه بلس التجميل كده. جميل جدا. وحضرتك عضو الاكاديميه الامريكيه، ده حاجه تشرف طبعا. ربنا يخليك يا استاذ سعيد. بالنسبه كعضو في الاكاديميه، حضرتك تكلمينا شويه بالنسبه لا هي الاكاديميه بناخد بنبقى اب تو ديت يعني، دايما بنعرف الحديث في عالم التجميل لان كل يوم في تطور في وسائل التجميل. وطبعا الواحد لازم يبقى عارف يعني ملم باحدث حاجه في وسائل التجميل الحديثه، لان كل ما بتطلع حاجه جديده بتسهل علينا في الشغل وبتدي معانا نتائج افضل. فطبعا لازم تبقى ملم بكل الحاجات دي. عالم التجميل والليزر عالم كبير جدا، هو عالم شيق بس عالم شيق جدا. بلاش نجري ورا الـ يعني ايه، هما بيستغلوا رغبه الناس في الجمال، ودايما احنا كلنا بنحب الجمال يعني. تمام. فهم جميل بيحب كل شيء طبعا جميل. طبعا فهم بيستغلوا رغبه الناس في الحاجه دي، وطبعا يعني لازم نختار صح. نختار صح. تمام. دكتور رشا سعد، طبعا خلال يومين كده العالم المصري والوطن العربي بيحتفل بمناسبه جميله جدا، هي مناسبه عيد الام. طبعا بنقول كل ام مصريه عفوا والوطن العربي بنقول لها كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد الام. وكنا بنحتفل من خلال ايام بيوم المراه طبعا عفوا العالمي. فتقولي ايه للام؟ كل سنه وهي طيبه، وكل سنه وامهات مصر يا رب بخير، وكل سنه وهم طيبين. وطبعا والدتي ربنا يديها الصحة، ربنا كل سنة وهي طيبة ودايما بخير كده، ومصر بخير يا رب دايما. تمام. دكتور رشا سعد، قبل ما اختم الحلقة بتاعتي حابين طبعا تبعتي رسالة. مين اللي حابة تبعتي رسالة، من سواء من حد من عندك في العيادة أو من جيرانك حبايبك أصحابك؟ أبعت لهم رسالة معينة. لا يعني هو في العيادة عندي كلهم الحمد لله مخلصين في شغلهم، وناس الحمد لله كفاءات، وما فيش غير ان انا اقول لكل ام مصرية كل سنة وهي طيبة، والوالدتي طبعا اللي هي سبب نجاحي، وطبعا بكون يعني مش عارفة اشكرها مهما عملت، مش هقدر اوفيها حقها بصراحة. فكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. طبعا من أسرة البرنامج في ناس بعتلك تحية، طبعا الإعلامي الكبير اسمك كمال، والفنان والفنان الكبير مدحت النجار، والشاعر متابع حب مصر شاعر رأفت حسن. يشرفني والأستاذ سعيد نيولوك، وطبعا كل الأصدقاء والنجوم والفن يشرفني، والمخرج مصطفى الدمرداش والفنان حسن الطب، كل النجوم بيبعت لك السلام والتحية. أهلا بيهم ويشرفني وجودهم وسلامتهم. وطبعا المحامي الكبير استاذ حسين الديب. طبعا طبعا. والاستاذ علاء والاستاذ ممدوح فتحي، كلهم بعتني في البرنامج التحيه والخاصه. اهلا بيكم يا استاذ سعيد. دكتور رشا سعد، شرفتينا في برنامج ايفنت المليجي على قناه الصحه والجمال. انا اللي شرفت بحضرتك وبكل مشاهدين الصحه والجمال. اعزائي المشاهدين، نشكر الدكتوره رشا سعد في حلقه مميزه في الصحه والجمال.